متابعينا الكرام، حينما نقول على أن نظام حضارة الجزائر والبصبعيين والفقاقير بصفة عامة عندهم عقدة خطيرة ومرض وهوس بكل شيء متعلق بالمغرب، فنحن لا نتحدث من فراغ، وإنما نتحدث بالدليل والحجة والبرهان. والمثال هو اللي غادي نشوفه الآن أمامنا على الشاشة متابعينا الكرام، خلال هذا ما يسمى بالألعاب العربية المنظمة في حضيرات الجزائر، واللي دايرين بطبيعة الحال كما العادة منها ضجة وإعلام وهدرة، ويعني كيحاولوا يبينوا على أنها شي حاجة كبيرة. على كل كما تعلمون هناك منافسين أو رياضيين مغاربة مشاركين في هذا الحدث، ومنهم عدد كبير اللي خد ميداليات ذهبية. المثير للسخرية هنا متابعينا الكرام، وهو أنه دائما حينما يكون هناك تتويج بميداليات ذهبية يتم عزف الأناشيد الوطنية ديال حاملي هذه الميداليات، ويتم نقلها عن طريق البث المباشر أو الغاء المباشر. على كل يتم نقلها، الكاميرا تتوجه إلى منصة التتويج وتقوم بنقل الحدث، تتويج بالميداليات وعزف الأناشيد الوطنية، إلا حينما يتعلق الأمر بالمغرب. فطالما على أننا في الحضيرة، حضيرة الجزائر، اللي هم مرضى بكل شيء متعلق بالمغرب، عندهم هوس بكل شيء متعلق بالمغرب، عندهم مرض نفسي عويص بكل شيء متعلق بالمغرب، حينما يتم عزف النشيد الوطني المغربي أو يتم تتويج أي رياضي مغربي بميدالية ذهبية، الكاميرا تهرب مثل الجرد، مثلما هرب عناصر مرتزقة البوليزاريو من القرقرات. نعم متابعينا الكرام، غادي نشوفوا هذه اللقطة أثناء تتويج أحد الرياضيين المغاربة بالميدالية الذهبية، يتم عزف النشيد الوطني والكاميرا الجزائرية تهرب ولا تنقل التتويج كما جرت العادة. نخليكم مع هذا الفيديو ونرجع لكم من بعد. دايرين مشاو للطرب. شيء غيرت اللهجة نوعا ما. لأنه كنت في السعودية يعني جالس كثير، يعني في جزائريين كثير بس جالس أكثر شيء مع السعودية. هذا قعدت على طول يعني أتكلم معاهم. اللهجة الخليجية أكيد أنك أصبحت تحسنها جيدا. بالنسبة للجزائر طبعا تحقق وتنظم هذه الألعاب العربية بعد غياب 12 سنة منذ الملعب براقي بالعاصمة الدويرة عن قريب رايح يوجد، كذلك ملعب تيزي وزو رائع، ملاعب أخرى أعيد تهيئتها قسنطينة وعنابة، وطبعا ملعب أخرى، أكيد أنه هذا في صالح الرياضة الجزائرية. أنا أتمنى يعني الجزائر عندما عندها الملاعب هذه يقدروا ينظموا ملتقى يعني زي ما كانوا يسووا زمان، ملتقى يعني زي مو دور الماسي بس ملتقى جرون بري، عشان يعني يجوا ابطال من اوروبا من عرب من هنا ويسووا منافسات، لانه يعني يستاهل يعني ملعب زي كده يعني حيكون شيء حلو ان شاء الله. طبعا ماذا تنتظر من هذه الالعاب؟ يعني اكيد انه فيها تنافس في رياضات اخرى، يعني العاب القوى يعني بانت يعني ظهرت يعني المنافسه من خلال اليوم الثاني، حتكون من يوم ثاني يوم، لانه زي ما تكون في لاعبين جزائريين ممتازين في 400 حواجز في الثلاثي زي تريكي، يعني في لاعبين لسه ما خشوا البطوله، بس حتكون يعني في منافسه كثير. 3000 متر موانع اكيد. اي نعم متابعينا الكرام، كما شاهدتم يتم عزف النشيد الوطني المغربي وهو مسموع بشكل واضح، لكن الكاميرا هربت ولم تقم بنقل الحدث عكس باقي المنافسين الذي يتم نقل يعني مراسيم التتويج وعزف النشيد الوطني. هذا كله السبب في المرض والهوس اللي كاين عند حضيرة الجزائر بكل شيء متعلق بالمغرب. ما بغينش ينقلوا على ان المغاربة او الرياضيين المغاربة يكتسحون الميداليات الذهبية فين؟ في حضيرة الجزائر في العاب عربية اللي بطبيعة الحال ما عندهاش اهمية وما عندهاش وزن يعني على الساحة الرياضية الدولية، لكن حتى مع هذه المنافسات يتم يعني اقتناص الميداليات الذهبية من الرياضيين المغاربة، وهذا الشيء بطبيعة الحال نظام حضيرة الجزائر ما باغيش يبينوا. اجي نشوفوا الان متابعينا الكرام لقطه ممتعه جدا، لاننا غادي نشوفوا معلق جزائري كيف صدم من عدائي المغاربه كانوا في بدايه السباق راجعين اللور، في نهايه السباق غادي نخليكم تشوفوا المنافسه، غادي نخليكم تشوفوا هذه اللقطات، وغادي نخليكم تشوفوا الصدمه على وجه وعلى المعلق الجزائري اللي بطبيعة الحال ما لقى ما يقول. نخليكم مع الفيديو متابعينا الكرام وأراكم في فيديو قادم. يوسع الفارق من أجل التأثير على الرياضي، لكن
1500 متر سباق رائع وممتع. بإمكان أي رياضي أن يمتعك في هذا السباق. الكوكبة طبعا واحدة إلا عواد زهير من البحرين من مواليد 1989. تلقى الفارق أصبح تقريبا 10 أمتار منذ البداية. يحاول الذهاب وحيدا. تشجيعات الجمهور الجزائري الحاضر هنا. عواد على الصورة. حتى الآن تواجد الجزائريين في الكوكبة المراتب الأولى، لكن عواد يبقى. كدار سليم نذكر الجزائري صاحب الرقم 33. دقائق 33 بعدما كان 35 وقبلها 36. حطم الرقم القياسي على مرتين، نزل حتى 33. أما الجزائري الآخر خليلي عبد الرزاق فهو رقم 37، ما زال يزيد في السرعة، يزيد في السرعة. البحريني الدورة الأخيرة، الدورة الأخيرة. والجزائر حاضرة لحد الآن في الميداليات في هذا السباق. عواد زهير منذ البداية وهو يقود السباق. لازم هنا السرعة القوية في 200 متر الأخيرة. المنعرج، التنافس مغربي جزائري من أجل المركز الثاني. لما لا المركز الأول؟ لما لا المركز الأول؟ السرعة، عواد يتخلف نوعا ما، لكن 100 متر ستكون حاسمة في هذه اللحظات الأخيرة. البحريني عواد زهير يتراجع نوعا ما. السرعة الأخيرة، السرعة الأخيرة يأتي من راحت الميدالية، راحت الميدالية، راحت الميدالية عن الجزائر. والمغربي في اللحظات الأخيرة يفوز بالسباق. المغربي صديقي عبد اللطيف من المغرب يفوز بالمرتبة الأولى. 37-56. وقت نوعا ما متوسط. كان بإمكان كدار سليم أن يحقق